فتحي أبو محمد اللي هو كان فوت بوكا لصف حادث اللي هو كان المشاجرة اللي كان بيخش فيها ديت، واللي حصلت المشاجرة يعني الصبح مع واحد اسمه عمرو حنبول لما كان يجي بسبب تصليح عربية ودخل فيها لفض النزاع، واشتبك معاه اللي هو عمرو عنتر دوت لما هو مش عاجبه كلام محمد وقت الفوش قال مالك انت وانت مش مالك انت، ومشي ورجع تاني ومعاه فرطوش مخبيه في هدومه استدرج ابني لغايه قدام الجراج وقدام الجميع كلهم وضربه بالنار عامده، يعني ده راجع تاني متعمد ان هو يضربه، يعني ده قتل مع سبق يعني قتل عمد. ماشي، انا بطلب لابني القصاص، والقصاص في الاسلام اللي هو الاعدام، زي ما هو موت ابني يعني متعمد زي ما هو انا بطلب حقي بطلب اللي ربنا قاله القصاص.